إذا the Laplace transform، إذا متذكرين Laplace transform ديف 1 كان شابتر كامل كيف نحل ordinary differential equations by Laplace transform، فكنا نحول المعادلة التفاضلية العادلية إلى معادلة جبرية اللي بدلالة S. أوجد Y capital اللي هي Laplace transform Y small اللي بالمعادلة، وبس أحطها بصورة اللي أقدر أوجد إلها الانفرس، أوجد الانفرس ويكون هو حل المعادلة التفاضلية العادية. الآن كيف بدي أستخدم Laplace transform differential equation؟ الآن U هاي الأنون بتعتمد على X و T على two variables. إذا الديفرنشال لابلاس ترانسفورم بيقول لي إنه لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي اللي بيساوي اف كابيتال اوف اس اللي هو تكامل من صفر لانفينيتي اف اوف تي في اي قوة ماينس اس تي دي تي. فالتكامل من صفر لانفينيتي، مشان استخدم لابلاس ترانسفورم لازم يكون الدومين من صفر لانفينيتي. الآن عندي اكس من صفر لانفينيتي وتي من صفر لانفينيتي. يعني الرود اللي انا بدي اوجد فيه بدي اوجد يو اللي هي تم بيمتد من صفر لانفينيتي. احنا كنا ناخذ من صفر لال لما بدينا بالسيبريشن اوف فاريبلز. فالان انا اي كان تيك ذا ترانسفورم وذ ريسبكت تو اكس اور وذ ريسبكت تو تي لانه بوث من صفر لانفينيتي. فلو اجينا اخذنا الترانسفورم وذ ريسبكت تو تي، فشو هي لابلاس ترانسفورم اليو سب تي اللي هي اس في يو كابيتال اللي هي لابلاس ترانسفورم لليو سمول ماينس يو اوف اكس زيرو اللي هي الانيشال كنا بالاو دي ايز نقول ماينس واي اوف زيرو اللي هي الانيشال كونديشن. هون نفس الاشي ماينس الانيشال كونديشن اللي هي يو اوف اكس زيرو اللي هي يو نود تساوي. ولابلاس ترانسفورم لليو اكس اكس هي بتكون المشتقه الثانيه ليو كابيتال اللي هي لابلاس ترانسفورم لليو سمول. اذا يعني هاي عباره عن واي دبل برايم وهون عندي اس يو ماينس يو نود. الان بالنسبه للباوندري كونديشن، هاي ثيرد كايند اوف باوندري كونديشن، خذنا ترانسفورم وذ ريسبكت تو تي يعني حذفنا التي، يعني هاي بتكون دي يو اوف زيرو اوفر دي اكس ماينس يو كابيتال اوف زيرو تساوي صفر. اذا يعني لاحظ هاي يعني كاني بقول يو برايم اوف زيرو ماينس يو اوف زيرو تساوي صفر. هاي المعادله هاي دي سكوير يو اوفر دي اللي هي يو دبل برايم الاس يو لهذا الطرف بصير ماينس اس يو تساوي هاي بتظلها بهذا الطرف ماينس يو نود. والباوندري كونديشن هاي بتكون يو برايم اوف زيرو جيبها للطرف الثاني بتكون U of zero. إذن هاي المعادلة وهاي الكونديشن. المعادلة U double prime minus SU بساوي minus. طبعا هاي ordinary differential equation. الآن هاي ال U بتعتمد على X لأني حذفت T. أخذت ال transform with respect to T. إذن هاي ال U اللي هون بتعتمد على ال X. إذن ال characteristic equation هاي R تربيع ماينس S اللي هي الكاركتريستيك كويجن لهي المعادلة. بحل أول إشي الهوموجينيوس بعدين بوجد بارتيكولار سوليوشن. يعني R تربيع بتساوي S فبالتالي R بتساوي بلس ماينس جذر ال S. بكون الحل Y كومبلمنتري يعني U كومبلمنتري بتساوي C1 E قوة جذر ال S X زائد C2 E قوة ماينس جذر ال S X. الآن بوجد بارتيكولار سوليوشن. عندي اليو نود هي كونستنت، الكونستنت مش احد حلول الهوموجينيوس، اذا بفرض البارتيكولار سوليوشن كونستنت الاولى والثانيه اصفار. بنعوض بالمعادله هاي صفر ماينس اس اي هاي ها ماينس اس اي بيساوي ماينس يو نود لازم ماينس اس اي بيساوي ماينس يو نود. اذا بكون هون يو نود على اس كمان مرة والله y particular a إذا المشتقة الثانية صفر. فإذا عوضنا بالمعادلة يكون minus s a بساوي minus إذا هي u node over s هنا مش minus إذا هنا بتكون plus u node over s.
اذا هاي واي الواي جنرال بيساوي واي كومبلمنتري زي واي بارتيكولار. اذا سي 1 اي قوه جذر الاس اكس زائد سي 2 اي قوه ماينس جذر الاكس اكس زائد يو نود وين سمعتوا اخر شيء؟ الو دكتور تعيت اليو جنرال يو ايوه يو جنرال او شكرا. اذا اليو جنرال بساوي واي يو كومبلمنتري زائد يو بارتيكولار، هاي اليو كومبلمنتري وهاي اليو بارتيكولار. مشان يكون الحل باوندد يو جنرال لازم لاحظوا هاي از اكس جوز تو انفينيتي هذا بروح للانفينيتي هذا بروح للصفر، اذا لازم سي 1 تساوي صفر، هاي سي 1 ايكوال زيرو so that u is bounded. الان بنشتقها u برايم، بنشتق هذه اعتبرنا هاي صفر، اذا بصير هون ماينس جذر الاس سي 2 في اي قوه ماينس جذر الاس اكس وهي صفر مشتقتها. الان u برايم اوف زيرو اللي بتساوي محل الاكس صفر بصير هاي واحد بتساوي ماينس جذر الاس سي 2 بتساوي u اوف عوض باليو مكان الاكس زيرو، فبيكون عندي هون سي 1 هاي عفوا سي 1 اوجدناها صفر، بيكون هون عندي سي 2 ماينس يو زائد هي زائد يو نود على اس. ف اذا سي 2 بنطلعها من هون جيب هاي لهون يعني جيب هاي لهون وخذ السي 2 عامل مشترك بتكون ماينس جذر الاس ماينس سي 2 ومن هون بتكون سي 2 من هون سي 2 لاحظوا اذا اخذنا هاي للطرف الثاني كمان مرة والله لاحظوا جيب هاي لهون بصير زائد جذر الاس سي 2 وهون سي 2 ماينس يو نود اوفر 0، اذا اخذنا سي 2 عامله مشترك بضل 1 زائد جذر الاس سي 2 بتساوي يو نود على اس، اذا سي 2 بتساوي 1 على اس في جذر الاس زائد 1. بنعوضها هون لحظه هي هون رجعت اليو نود على اس هون صح صارت زائد، اذا هاي ماينس يو نود في اي قوه ماينس جذر الاس على اس في جذر الاس زائد واحد. هاي الخطوه اعملوها انه جيبوا هاي لهون وطلع السي 2 عامل مشترك وبيطلع معي هذا المقدار. بنعوضها هون والان هذا اللي طلع معي لازم اوجد له الانفرس، الانفرس لليو نود على اس بسيطه اللي هي يو نود لانه كونستانت يو نود يعني الانفرس لواحد على اس هو واحد. الانفرس لاي على اس هو ايه، الانفرس لايو نود على اس هي يو نود هي. الان هاي مش معروفه يعني من دون تيبلز، فمن التيبلز بيطلع انها بتساوي يو نود في الكومبلمنتري ايرور فانكشن لهذا المقدار ماينس الكومبلمنتري ايرور فانكشن لهذا المقدار في الاكسبوننشال. هاي طبعا من تيبلز، لما بدي اجيب انا سؤال يا بكون حاط هنت شو الانفرس يا اما بنكتفي بالقدر من دون الانفرس. إذا هذا بنكون هيك حلينا المسألة باي لابلاس ترانسفورم. الآن أنتم شو بدكم تعملوا؟ از هوم ورك تحلوا هاي. هاي الهيت إكويجن الآن الباوندري كونديشن اللي هي سكند كان يو أوف إكس يو سب إكس عفوا أو زيرو تي بيساوي زيرو والإنيشال كونديشن أربعة. أخذوا الترانسفورم وذ ريسبكت تو تي. فبصير اس يو كابيتال ماينس 4 بتساوي يو كابيتال دبل برايم وهي بتكون يو برايم اوف 0 بتساوي 0 وبنشوف شو راح تطلع بالاخير هل الانفرس بسيطه ولا لا. الان سكشن 14 او لسن 4 اللي هو ديوميلز برنسبل. ديوميل اسم عالم فرنسي الاتش لا تلفظ ديوميل. البرنسبل
بقول لي اذا كان عندي مساله بهذا الشكل، هاي يوصل هاي الهيت ايكويشن، هاي الفيرست كايند اوف باوندري كونديشن، عندي اكس فاينايت من صفر ل ال، يعني هون من صفر لواحد ماخذينها، لاحظوا عند الصفر صفر وعند الواحد بتساوي فانكشن اوف تي اف اوف تي. وقلنا هذا النوع اللي هي اللي بكون عندي تايم فارينج باوندري كونديشن، يعني اذا كانت الباوندري كونديشن فانكشن اوف تايم، يعني قاعده بتتغير بالنسبه للزمن at each second، يعني اذا كان يعني بمعنى انه هون درجه الحراره عند الصفر صفر، يعني هون في عزل حراري، هون عند الواحد مثلا اف اوف تي، مثلا افرض انها كانت على سبيل المثال تي تربيع الاف اوف تي، اذا عند تي بتساوي واحد بتكون واحد، عند تي بتساوي اثنين بتكون اربعه، طبعا تي سكند، عند تي بتساوي ثلاث تسعه، عند تي بتساوي اربعه 16، يعني with each second قاعدة بتتغير عند هذا الطرف درجة الحرارة. فالمبدأ تاع اليوم اللي بقول لك دائما حط محل الاف اوف تي الفانكشن اوف تايم، حط كونستنت، وابسط كونستنت هو الواحد، وحل المسألة بدلالة هذا الكونستنت هو الواحد. فاجينا عملنا مسألة جديدة بدلنا فيها الاف اوف تي بواحد، اذا هاي المسألة دبليو صب تي بتساوي دبليو صب اكس اكس، اكس بين الصفر والواحد، تي بين الصفر وانفينيتي، W of 0 T بيساوي 0، W of 1 T بيساوي 1 بدل F of T، هاي W of X 0 بيساوي 0. الآن رح يصير عندي مسألتين، واحدة سهلة وواحدة صعبة. السهلة اللي with constant boundary condition، والصعبة اللي with time، يعني with time varying function، يعني function of T. الآن مستخدم Laplace transform لحل المسألتين. بدي أحل المسألة الأولى هاي باي Laplace transform، لاحظوا بوجد هاي لابلاس ترانسفورم لها اس دبليو كابيتال اللي هي لابلاس ترانسفورم للدبليو سمول، ودبليو دبل برايم لهاي، هاي هاي هالمساله صار الدبليو دي سكوير دبليو كابيتال اللي هي لابلاس ترانسفورم للدبليو سمول ماينس اس دبليو، لانه الانيشال كونديشن صفر تساوي صفر، والباوندري دبليو كابيتال اوف زيرو يساوي زيرو هيها، والباوندري كونديشن الثانيه دبليو اوف 1 بيساوي شو لابلاس ترانسفورم واحد على اس البلاس ترانسفورم الواحد. اذا هاي حلها اللي هي بنكون ار تربيع ماينس اس بيساوي صفر، اذا ار تربيع بيساوي اس، اذا دبليو كابيتال بيساوي سي 1 اي قوه جذر الاس اكس زائد سي 2 اي قوه ماينس جذر الاس اكس، ولازم تكون سي 1 بيساوي صفر بظل سي 2. فبوجد بواسطه الباوندري كونديشن الاولى دبليو اوف 0 و W of 1 بوجد الكونستانت بكون 1 على S في ساين هايبربوليك X جذر ال S على ساين هايبربوليك جذر ال S. إذا هي بتكون بالأصل بدلالة الإكسبوننشال، وحولناها بدلالة الساين هايبربوليك. إذا هاي الآن بوجد الإنفرس لهاي فروم تيبلز بتطلع معي هاي، إذا هاي W حل هاي المسألة اللي بتكون الباوندري كونديشن إلها 1. الان الهارد بروبلم هاي دبليو للاف اوف تي، يعني هون هاي نفس الشيء زي هاي ونفس الشيء الباوندري كونديشن، الباوندري كونديشن بدل واحد كانت اف اوف تي، شو لابلاس ترانسفورم الاف اوف تي؟ اف كابيتال اوف اس. الان بعد ما طبقنا الباوندري كونديشن بكون عندي هاي اف اوف اس بدل الواحد على اس، هنا اف اوف اس لما مشان اوجد الكونستانت، ونفس ساين هايبربوليك اكس جذر الاس على ساين هايبربوليك جذر الاس. الان لما بدي اوجد الانفرس بدي استخدم الكونفوليوشن، بس قبل ما اعمل هاي الشيء اجيت ضربت في اس وقسمت على اس، لاحظوا هون ضربنا في اس وقسمنا على اس. الان لاحظوا انه لابلاس ترانسفورم لهي المشتقه اللي هي دبليو صب تي بتساوي اس دبليو كابيتال ماينس دبليو اوف اكس زيرو، عندي دبليو اوف اكس زيرو بتساوي زيرو، اذا لابلاس ترانسفورم دبليو سب تي هي اس دبليو. فاذا عملنا هون اس هاي اعتبرنا الاس، وهاي اللي هون اللي هي دبليو كابيتال، بصير عندي اف الاس في لابلاس ترانسفورم للدبليو سب تي، هاي الاس وهاي دبليو كابيتال اللي هي لابلاس ترانسفورم للدبليو سب تي، اذا صار عندي اف اوف اس ضرب لابلاس ترانسفورم للدبليو سب تي. الان بوجد الانفرس لاف الاس في لابلاس ترانسفورم دبليو سب تي اللي هي عباره عن الكونفوليوشن، شو لابلاس ترانسفورم لاف الاس اللي هي اف تي،
وشو الام لابلاس لابلاس ترانسفورم اللي هي دبليو سب تي الانفرس ال بتعطيني الفانكشن نفسها، يعني الانفرس ال لواي بيساوي واي، فالانفرس ل ال دبليو سب تي بيعطيني دبليو سب تي. اذا بدي الكونفوليوشن لاف اوف تي في دبليو سب تي باي ديفينشن بيساوي تكامل من صفر لتي اف اوف تاو في دبليو سب تاو اكس تي ماينس تاو دي تاو. قلنا بالكونفوليوشن انتجرال بفانكشن بعوض مكان التي تاو وبالثانية بعوض مكان التي تي ماينس تاو، فأجينا عوضنا في الأولى في الأف مكان التي تاو وبالثانية مكان التي تي ماينس تاو. الآن بستخدم الانتجريشن باي بارتس، بفرض اليو هي الأف اوف تاو وبفرض الدي في هي الدبليو سب تاو. الآن لما بنكامل هاي بنحصل على دبليو اوف اكس تي ماينس تاو، وهاي لما اشتقها اف برايم. اذا هاي حاصل ضرب يو في في هيو ماينس تكامل في دي يو اللي هي هاي اف برايم في دبليو اوف اكس في تي ماينس تاو دي تاو. اذا هذا التكامل بصير هون ماينس وهون بلس من صفر لتي هاي اف برايم في دبليو اوف اكس تي ماينس تاو زائد اف اوف زيرو لما بعوض الحدود من صفر لتي. لاحظ لما بتعوض من تي هون بصير تي ماينس تي اللي هي W of X0 اللي هي 0 إذا صفر. كمان مرة الـ upper limit T لما بتعوضها هون مكان التاو بصير T minus T اللي هي 0 إذا W of X0 اللي هي 0 إذا هذا كله راح. لما بنعوض الـ lower limit اللي هي 0 بصير عندي F of 0 في W of XT. هيا F of 0 في W of XT. لاحظوا هنا شو مكتوب hard problem اللي هي هذا التكامل اللي هو هيو هون اللي كملنا باي بارتس وحصلنا على هذا. We must use the second equation since if we differentiate the infinite series representation on representation for W term by term with respect to T it results in a divergent series. كمان مرة أوضح لكم شو اللي مكتوب هنا، إنه إحنا وصلنا لهذا التكامل ليش ما استخدمناه على طول؟ لانه عندي دبليو سب تاو، فاذا فعلا هاي هي الدبليو شايفينها هون على اليسار هاي هي الدبليو هي عباره عن هذا السيريز. اذا بنشتقها تيرم باي تيرم يعني بفكها وبشتقها تيرم راح يكون السيريز الناتج دايفرجنت سيريز. فاجيت تخلصت من سب تاو هذه تخلصت منها بواسطه الانتجريشن باي بارتس وصار الحل بدلاله دبليو اللي هو كونفرجنت سيريز اللي هو هون. It's a convergent series. فالبرنسبل انه اذا كان عندي function of t باجي بحط مكانه واحد وباجي على هاي الفورمولا، هاي الفورمولا بنسميها ديومز برنسبل، باجي على هاي الفورمولا وبعوض فيها. تفرجوا هون هاي خلنا ال f of t e قوة t. شو مشتقة e قوة t؟ هاي f of, اللي هي f برايم، هي f prime of tau في w of x t minus tau زائد f of 0. لاحظوا f of 0 0 هاي، اذا هذا بروح الترم. اذا بنعوض مشتقة e قوة t هي e قوة t نفسها. اذا هاي هي اللي هي معوضنا مكانها e قوة tau، وهذا w of x في t minus tau هي هذا السيريز دي tau. اذا كان التكامل سهل كان بها، واذا مش سهل بنخليها بس بالفورمولا. إذن this is the solution لما بيكون عندي مثلاً إي قوة تي. أنت جربوه على ساين تي، حطوا مكان ساين تي واحد وشوف إن هون بصير كوساين تاو هون. سكشن 15 the convection term U sub X in the diffusion problem. إذن هاي هذا أخذناه بسكشن 8 وقلنا لكم كيف على طول بنوجد الحل إنه نضربه بإكسبوننشال. الآن هاي يو سب تي بتساوي دي يو اكس اكس ماينس دي اللي هي الفا تربيع كنا ناخذها ماينس في يو سب اكس. هذا التيرم بنسميه ذا ديفيوجن تيرم، وهذا التيرم اللي هو يو سب اكس بنسميه كونفكشن تيرم. الآن بدي أحل المسألة، لنفرض إنه المسألة ما فيهاش ديفيوجن، يعني أنا I need to find يو without إذا دي تساوي صفر. إف دي تساوي صفر إذا there is no diffusion. فبصير شو المسألة؟ يو سب تي بتساوي
ماينس في يو اكس هي معادلة اكس بين الصفر والانفينيتي وتي بين الصفر والانفينيتي. الآن يو اوف زيرو تي بتساوي بي. الآن يو هذه اليو الانون هي عبارة عن تركيز يعني solving this equation هاي اللي هي من دون الدي. solving this equation معناها إيجاد تركيز مادة يعني هي the concentration of some substance تركيز مادة معينة هي U من دون diffusion. إذا لما أقول U of 0 T بتساوي P constant input هون كاتب P مقدار تركيز المادة عند البداية. إذا هذا ال P هو مقدار تركيز المادة في عند اللحظة يعني عند البداية. لاحظوا أنه هذا الرود ممتد من 0 لانفينيتي اكس يعني خلينا نفرض انه ايش حدا سال اوكي لنفرض انه عندي الوسط اللي بدي اشوف فيه تركيز المادي هو عباره عن نهر. فالنهر بدايته معروفه ويمتد الى المالانهايه انتي از ذا تايم. تركيز المادة بيساوي صفر يعني يو في اللحظة تي تساوي زيرو يعني بمعنى انه initially a clean river يعني انه بالبداية ما كانش في مواد اخرى غير البي بالريفر. it's a clean river يعني ما معنى يو of x zero تساوي زيرو معناها initially a clean river يعني there is no other substances except p. بنوجد بنستخدم لابلاس ترانسفورم مشان نحل المعادلة. لابلاس ترانسفورم لليو سب تي عبارة عن S U capital minus U node اللي هي 0 والطرف الأيمن minus V في U prime هي minus V D U D X هاي المعادلة. بالنسبة للباوندري كونديشن طبعا الترانسفورم with respect to T يعني أنا بحذف T U of 0 شو plus transform P P على S. إذا لاحظوا هون المعادلة U prime زائد S على V U بساوي صفر. يعني هنا إذا أوجدنا الكاركتيرستيك ويجن R زائد S على V بيساوي صفر يعني R يساوي minus S على V. إذا الحل U constant في E قوة minus S على V X. الآن بستخدم الـ condition بستخدم الـ condition U of 0 بعوض هون صفر بصير C. إذا C بيساوي P على S بنعوضها هون بصير U بساوي P على S في E قوة minus S على VX. الآن بوجد الانفرس من التابلز بلاقي انه الانفرس بساوي P في H of T minus X على V. الH اللي هي بنسميها the heavy side function or the step function اللي هي بتساوي صفر إذا كانت الارجومنت تبعها أقل من صفر وبتساوي واحد إذا الارجومنت تبعها أكبر أو يساوي صفر. فالآن إذا T أكبر أو يساوي X على V بتكون واحد. واحد ضرب P P. وإذا T أقل من X على V بتكون صفر. هيها صفر. إذا T أقل من X على V وإذا T أكبر من X على V بتكون P. لأنه قيمتها واحد واحد في P P. إذا لاحظوا أنه هون المادة يعني اللي كانت يعني نفرض أنه هاي البي كانت خشبة معينة. أجينا حطينا خشبة ببداية النهر. فبدي اعرف شو تركيز هاي المادة اللي هي الخشبة مع طول النهر لانه هذا هو هاي بيور كونفكشن بروبلم. بيور كونفكشن بروبلم لانه بالمعادلة الاصلية الدي تساوي زيرو يعني ما في انتشار للمادة. فالوضع الطبيعي انه الخشبة باي لحظة في اي مكان اكس باجي ببحث عن تركيزها بتظلها زي ما هي بي. دائما بكنت احكي للطلاب الخشبة تبقى خشبة يعني معنى سوليوشن يعني انيشيالي كان عندي خشبه اللي هي بي. فاذا بجيت ادور ابحث عن تركيزها في اي نقطه بالنهر بعد 100 متر بعد 200 متر بعد 1000 متر راح تظلها خشبه اللي هي بي. الان بالنسبه لحل هاي المساله لما بتكون دي لا تساوي صفر راح تلاقوه على الصفحة 115 116 117. احنا حلينا هاي المسألة لما دي لا تساوي صفر ولما اكس من ماينس انفينيتي الى انفينيتي حليناها في سكشن 12. الان بتقدر تشوف الحل لما اكس من صفر لانفينيتي وانه في ديفيوجن على الصفحات
115 116 117 هذا هوم ورك ماكو، بس مش مطلوب انكم تسلموا، بس تطلعوا عليه. ونفس الاشي هذول الهوم، ونفس الاشي الهوم ورك اللي هون اللي قلت لكم حطوه مثلا كوساين مش مطلوب تسلموه، ونفس الاشي الهوم ورك اللي هون اللي قلت لكم تحلوا هاي المسألة برضو مش مطلوب تسلموها. بكرة أو بعد بكرة بعطيكم هوم ورك جديد بالإضافة إلى الهوم ورك اللي معكم تاع الجولدن ريشيو. طبعا أنا اللي بدي إياه منكم إنه مش تكتب لي تعريف الجولدن ريشيو، أنت بعد ما تقرأ عن الموضوع راح تفهم شو الجولدن ريشيو. أنا بدي إنك أنت تختار الأمثلة هائلة على كيف نطبق الجولدن ريشيو على جسم الإنسان، على مسائل جغرافية، عن مكة المكرمة، عن أمور كثيرة في حياتنا، كل إشي داخل فيها الجولد. أنت اختار very يعني مثال اللي أنت بتشوفه very interesting، يعني أنت أعجبك، وأكتب لي هذا المثال عن الجولد ريشيو. يعني المطلوب منك على الصفحة مش تكتب لي تعريفها، تعريفها أنت بتفهمه وبتفترض أنه اللي قاعد بسمع فيك وأنت بتكتب بعرف شو يعني جولد ريشيو. فبتعطينا مثال، بتعطينا مثال انت شايفه يعني very interesting. الأمثلة لما بتبحث بالإنترنت راح تلاقي إشي هائل، فيديوهات عن أشياء مختلفة، من كان الأمور المعمارية أو أمور تاريخية أو أمور بجسم الإنسان إلى آخره. انت اختار لك مثال، يوم الجمعة الجاية راح يكون يعني قبل يوم الجمعة الجاية بتسلموه بالإضافة إلى اللي راح أعطيكم إياه اليوم. يوم الجمعة بعد أسبوعين راح نعمل كويز بالمادة لغاية محاضرة اليوم، يعني بتسعة أربعة رح نعمل كويز بالمادة اللي أخذناها لغاية محاضرة اليوم. مين عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ أي طلب؟ يعطيك العافية دكتور. أنا جعفر. دكتور في مجال هذا الملف تودينا إياه كامل؟ في. كامل ودينا. ولا أوديك إياه على الواتساب. براحتك دكتور عادي ما بختلف. بعد إذن رغد. طبعا دكتور حسب بدها ولا بدهاش عادي. لا دكتور عادي. أوكي. يعطيك العافية دكتور. أوكي. مين كمان عنده أي طلب؟ دكتور شو ثاني؟ تاع النسبة الذهبية متى طلبته؟ مش خابر انك طالبه من قبل. والله مش عارف وين بتكون يا جعفر انت لما بتحضر المحاضرات. مين بأيدني اني انا طلبته على الواتساب؟ بعثه على الجروب واتساب جعفر. والله ما بدري خلاص. نعم يعطيك العافية دكتور. راجع الجروب. مين كمان عنده أي طلب؟ أي استفسار؟ إذا نراكم إن شاء الله الجمعة الجاية. يعطيكم العافية.